تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إذا مساء الخير ومساء الأنوار على كل المتتبعين. كما تشاهدون معنا احنا أمام مسجد الكتب والحمد لله تقريبا ما يقرب على 12,000 مصلي داخل المسجد الكتبية فضل لحظات والحمد لله. سائحة ألمانية اللي عنت على الإسلام ديالها يعني قبل يعني بعد صلاة العشاء هنا بمسجد الكتبية. الحمد لله والشكر لله على كل حال. تقبل الله صيامكم وأيامكم بنزل المغفرة والتواب والأجر عند الله. يعني شكر موصول المصالح الأمنية بالدائرة الرابعة وكذلك المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش وكذلك جميع المصالح الأمنية بعمارة مراكش بالإضافة للقوات المساعدة والسلطات المحلية اللي جندت يعني المجهود ديالها من خلال حواجز حديدية وكذلك يعني عناصر ديال القوات المساعدة والأعوان السلطة والمصالح الأمنية من أجل تأمين صلاة التراويح هنا بمسجد الكتبية كما هو معلوم متتبعينا. الحمد لله والشكر لله على كل حال على هذا الشهر الفضيل. احنا اليوم في اليوم الخامس من شهر رمضان. الله يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية والتواب والأجر الكثير عند الله. أجواء روحانية أجواء جميلة هنا بمسجد الكتبية. نشوف بأنه الناس يعني تقيم صلاة التراويح هنا بمسجد الكتبية. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
مررتم لهن فريضة وقد مررتم لهن فريضة فنصف ما مررتم إلا أن يأكل فنصف ما مررتم إلا أن يأكل أو يأكل الذي بيده عقدة النكاح كما سبق وذكرت متتبعيك أنا شفت من خلال المباشر ما يقرب على 12,000 مصلي يعني للمسجد الكتبي مليء عن آخره من المصلين يعني الناس ديال مدينة مراكش اللي جاو باش يأدوا صلاة التراويح هنا في المسجد الكتبي كما سبق وذكرت. والحمد لله أنه يعني السائحة تحمل الجنسية الألمانية اللي عنت على الإسلام ديالها داخل المسجد الكتبي يعني بعد صلاة العشاء كما هو معلوم متتبعين. الحمد لله على كل حال حمدا كثيرا الحمد لله متتبعين. شهر رمضان الكريم اللي يدخل على الصحة والسلامة والعافية لكل متتبعي ولكل مغاربة من طنجة لقرقرات. الحمد لله على هذا الفضل انه المساجد الكتبية بشكل
مليء اليوم عن آخر يعني ما يقرب على 12,000 مصلي من نساء ورجال، يعني بعض صلاة يعني لجوء صلاة العشاء وكذلك صلاة التراويح هنا في المسجد القطبية، بالإضافة للإسلام يعني السائحة التي تحمل الجنسية الألمانية، يعني بعد صلاة العشاء اللي اخترتها اسم من أسماء الله يعني المعروفة يعني الإسلام الإسلامية بطبيعة الحال، والحمد لله على هذا الحال، يعني بعد ما كان سلمت سائحة تحمل الجنسية الإيطالية فهذا اليوم يعني الإسلام سائحة يعني ألمانية اليوم مسجد القطبية، والحمد لله على كل حال. تشاهدوا معنا في هذه اللحظة يعني تدخل للعناصر للوقاية المدنية، ربما أنه سيدة نحسب بالإغماء في هذه اللحظات من خلالها تشوفوا بأنه تدخل للعناصر عناصر يعني للوقاية المدنية باش أنه تقدم الإسعافات اللازمة لهذه السيدة هذه. ربما حست بالعياء أو ربما تعرفوا أنه أغلبية الناس يعني تعرف بعض الفطور يعني تكون مضاعفات، نتمنوا أنه لايف هذا لايف ديال شفتي في هذا شرف هاني هاني يا خويا هاني الله يحفظك الله يتقبل Oh.
قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبي فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم قبل الله منا ومنكم الصلاة والقيام وأحسن الأعمال فالصال الفضيل قل إلا نشكركم شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع للقرآن الكريم والآيات القرآن الكريم هنا بقلب المسجد الكتبية شكرا لكم على المتابعة إلى مباشر إن شاء الله على قناة شفتي في إن شاء الله في باقي يعني المباشر إن شاء الله على قناة شفتي في فيما يخص يعني المباشر على قناة شوفي وكلماتك